الحمد لله الذي تجلى لكافة عباده بأسمائه وصفاته، وتاهت عقول الطالبين في بيداء كبريائه. الحمد لله الذي اهتم بالمرأة أيما اهتمام، وجعل لها محلا من الإعراب في آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على من أوحى الله إليه قوله تعالى آمرا نساءه بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين فهموا دور المرأة في الوعي وأدركوا مغزاه وعملوا بمقتضاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والترحيب كل الترحيب بكل واحد منكم ومنكن باسمه واسم أبيه وعائلته ومكانه ومكانته. حياكم الله جميعا وبياكم وفتح لكم فتحا مبينا. جئتكم من فلسطين حيث ولدت في غزة وتربيت فيها لأنقل لكم تجربة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، وكيف تهتم بالمرأة وكيف تعد المرأة ليكون لها دور مهم في الخطاب الديني وفي نشر الوعي الديني الوسطي السمح الرحب المعتدل. الخطابات القرآنية في معظمها خطابات جماعية تشمل النساء والرجال، إلا ما خص الرجال أو خص النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه ينبغي أن يعين كل راع على أرض وطنه من المسؤولين الشرعيين لا من غير الشرعيين، وهذا نأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن قوله في حديث آخر أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح إن الله لا يقبض العلم من العباد أو من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما، كقوله تعالى في الأنفال إذ يغشيكم النعاس إذ يغشاكم النعاس، قراءتان متواترتان. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ومن هنا ينبغي أن يتم تعيين المؤهلين والمؤهلات. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من هنا ينبغي التركيز على دور المرأة وغيرها أن تكون مؤهلة تأهيلا شرعيا أو تأهيلا في أي تخصص يراد له أن يسند إليها من الجهة الشرعية المسؤولة في البلد، لا من أي جهات أخرى قد تكون منحرفة. كما يجب أن تعد المرأة التي يراد لها أن تكون واعية متبصرة تعمل وفق قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، ينبغي أن تعد إعدادا روحيا، لأن الإعداد الروحي مطلوب قبل أي عمل جليل.
وقد خاطب الله نبيكم صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء حينما أمره بالصلوات الخمس: أقم الصلاة. وبعد ذلك قال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ماذا بعد ذلك؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة. هل المقام المحمود شفاعة المحشر التي تراجع عنها الأنبياء عليهم السلام جاءت من فراغ؟ كلا. كما قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وفي النهاية ماذا قال له؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بعد هذا الإعداد الروحي، وقال في أواخر سورة الأنبياء الذين اختمهم بزكريا عليه السلام، وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لماذا؟ إنهم، سواء كانت الإجابة لزكريا أو لزكريا والأنبياء الذين سبقوه في السورة على الجميع السلام، من قص الله علينا ومن لم يقص، وعدد من قص 25، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لهم رصيد مسبق. بينما في سورة يونس قال الله عن فرعون: الآن وقد عصيت. الرصيد المسبق، الإعداد الروحي للمرأة، خاصة إذا أرادت أن تكون داعية إلى الله عز وجل. ومن الأمور المهمات أن تفتي المرأة المتبصرة، تفتي أهل وطنها بعرف بلادها. الإمام الشافعي غير أشياء في مذهب الجديد في مصر عن القديم في العراق، نظرا إلى تغير عرف الناس، لأن عرف أهل مصر يختلف عن عرف أهل العراق. وكذلك ينبغي أن تربى على قيم الدين الشاملة. التربية المعاصرة الآن في محاضن التربية يظنون أن البدعة والدين كامل، الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، في الآية الثالثة من سورة المائدة، وفي 55 من سورة النور: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الدين كامل، فكما لا يقبل الزيادة لا يقبل النقصان. ولا يوجد محضن تربوي في الأمة الآن يربي على قيم الدين كافة كما ربى نبيكم صلى الله عليه وسلم جيل الصحابيات والصحابة الكرام الذين يعدون أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. ومن هنا كان ينبغي تبيان معنى البدعة بمعنى البدعة الشرعية، ولا أن نقزم معنى البدعة كما قزم مفهوم الولاء والبراء، وكما قزمت قيم كثيرة في التربية المعاصرة في محاضن التربية في الأمة. وهذه هي مهمة المسؤولين، وهذا لا يخفى على أحد من الجميع. كما أن القرآن الكريم ذكر الميثاق الغليظ 3 مرات. المرة الأولى حينما تكلم عن بني إسرائيل، أما المرة الثانية فحينما تكلم عن الأنبياء ودعوتهم، خاصة أولي العزم من الرسل وعددهم 5 كما تعلمون. وأما المرة الثالثة ففي الآية 21 من سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ، يجب، أوصى الله الرجال أن يحافظوا على هذا الميثاق الغليظ، كما يجب على المرأة أن تحافظ على هذا الميثاق الغليظ. وهذا من تكريم الإسلام للمرأة، ذكرها باسم الميثاق. هذا العقد الذي يفيد حل استمتاع كل منهما على وجه مشروع سماه الميثاق الغليظ. وكما ينبغي أن تفهم الداعية التي سيكون لها دور رائد رئيس في وطنها، أن تفهم مقاصد الشريعة ومآلاتها، كما ينبغي أن تفهم أن حب الوطن من الإيمان وليس من الكفر وليس من الشرك. ربنا سبحانه وتعالى بيّن في أواخر سورة القصص لما أخرج نبيكم وقف على جبل صغير اسمه الحزورة أو الحزورة، وقال القولة التي قالها مفتينا المكرم بارك الله فيه، حينما اشتاق نبيكم إلى وطنه مكة
أنزل الله قوله تعالى في أواخر سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. على أشهر التفاسير: لردك إلى وطنك مكة سالما غانما آمنا فاتحا. وقد بشره في العام السادس بإنزال سورة الفتح: إنا فتح لك فتحا مبينا، بينما كان فتح مكة في العام التاسع. إذا ربيت المرأة وعلمت كذلك، وعلمت أن الثواب والعقاب من الله عز وجل على قدر النعمة. وقد ذكر الله نساء النبي مثالا في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، من يأتي منكن بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وفي المقابل: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وقال في حق نبيكم في سورة الإسراء: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لأن الثواب والعقاب يكون على قدر النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليك. إذا تمت التربية وفق ذلك، حينئذ سيكون التخريج والمخرجات صحيحة متواترة، وحينئذ نخرج بناتنا ونساءنا وعظات داعيات إلى الله عز وجل، لهن دور رائد في المجتمع وفي تكريس حب الوطن، لأن حب الوطن من الإيمان، وقد دلت عليه آيات كثيرات. ولسماحة الأستاذ الدكتور أسامة كتاب بالخصوص ذكر فيه أن حب الوطن من الإيمان، وهناك آيات كثيرات وأحاديث عديدات بيّنت أن حب الوطن من الإيمان، لا كما يزعم بعضهم. لا أريد الإطالة عليكم، بارك الله فيكم وبكم ولكم وعليكم. وللمرأة دور في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي المحلي، سواء أكان في مجتمعها خاصة وفي وطنها، أم كان ذلك في الأمة كلها. الشكر لله عز وجل، ثم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولدولة رئيس الوزراء، ولمصر حكومة وشعبا، لوقوفها مع الإسلام ومع المسلمين، ولتبنيها المنهج الوسطي الأزهري السمح المعتدل. هذا ما ندعو إليه، وهذا ما نربي عليه أبناءنا وبناتنا ونساءنا. واعلموا يقينا بأن نساء فلسطين لا ولن تلين لهن قناة ولن زمخشرية، وليست على رأي ابن مالك ومن نحى نحوه وأعرب إعرابه وصرف وصرفه، لا ولن تلين لنسائنا قناة ولا لأطفالنا ولا لرجالنا مهما قتلوا وقتلوا منا. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.